محبتي والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبسم والحوار بلا جدال فيه التوسط في الأمور ولا اعتدال ديننا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ولقاء يتجدد وبرنامج هذا ديننا. قناة الصحة والجمال، منبر الثقافة، منبر العلم، منبر الدين. ويسعدنا ويشرفنا أن يكون معانا فارس من فرسان هذا المجال عشان نتكلم النهاردة عن الصلاة والخشوع في الصلاة، ويكون ضيفنا فضيلة الداعية الشيخ الدكتور فرج العدلي الباحث في الفقه المقارن. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، وبنسعد بوجود حضرتك على قناة الصحة والجمال واللي بتعتز بعلمائنا الأفاضل. أنا اللي بسعد بهذه القناة الأم، ولا سيما إذا كان في حضور حضرتك. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. يعني وإحنا بنختار الموضوع واتكلمنا على ليه ما نبدأش من الأول، وإنه والصلاة هي عماد الدين، وكثير منا بيشتكي أنه يعني يشعر بأنه وكأنه لم يصلي. يعني الخشوع في الصلاة نوصله إزاي فضيلة الدكتور؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. في الحقيقة هذا موضوع من الموضوعات القيمة. نعم. هذا الموضوع يغيب عن كثير من المسلمين، لا سيما في عصر الزحام. نعم. عصر المشاغل، والناس لا يعلمون أن الخشوع هو أحد أسباب أو أهم أسباب قبول الصلاة. الله أكبر. فالخشوع هو التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. لا، تاني تعريفه تاني معلش يا دكتور. الله يكرمك. الخشوع هو التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. الله أكبر. فأنت الآن تقف بين يدي جبار السماوات والأرض. الله أكبر. تقف أمام من خلقك ورزقك ووهبك الصحة والعافية والولد والمال ووهبك النفس. أنت الآن في حضرة الإله. الله أكبر. والإله الآن ينظر إليك. نعم. فماذا أنت صانع؟ حينما يكون الإنسان أمام الكاميرات فإنه ينضبط. صحيح. ربما كان قبل قليل يمزح أو يتناول طعاما أو شرابا، فإذا جاءت الكاميرات أصبح في حال آخر. نعم. أما وإنك الآن وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى، لله المثل الأعلى. نعم. جبار السماوات والأرض. نعم. ماذا أنت صانع؟ نعم. هل تقف متكبر في حضرة من؟ أم تقف عابسا؟ أم تقف ولا تعقل ما تقوله لمن تتجه إليه؟ هل هذا يصلح أمام مسؤول؟ لا والله. مسؤول كبير، وزير، وتقف أمامه لتقدم شيئا، كيف تقف أمامه؟ أسهر الليل بطوله أجهز في هذا الملف حتى يعني لا أتلجلج ولا أتعلثم أمامه. الله. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، وحال السلف، وحال العلماء. بيتجهزوا يا دكتور طارق. نعم. بيتجهز يعني إيه؟ يعني هو عارف من قبل الصلاة بنص ساعة، لما سئل أحد العلماء لما تذهب قبل الأذان؟
قال: يا ولدي، إنما جعل الأذان لتنبيه الغافلين. يا الله، الأذان مش للمسلم العادي. أمال الأذان لمين؟ الأذان للغافل. إيه ده؟ الله أكبر. روح صلي. حاضر. أمال الإقامة لمين؟ أمال اللي بتاع آخر ركعة لمين؟ أمال اللي بيصليهم مع بعض ده مين؟ صحيح. لما الأذان للغافل، أما من تعلق قلبه في المسجد، أضرب لك مثل يا دكتور طارق. أنا رحت أصلي ودخلت الوضوء فنسيت التليفون في الميضة، روحت تذكرت أني نسيت الهاتف في المسجد، الهاتف بقى هعمل إيه؟ رجعت أجري لقيت الباب مقفول. إمتى يا جماعة هيفتح؟ لما الصلاة تبدأ أو الأذان يأذن. بالله عليك، هيروح إمتى؟ قبل الأذان بوقت طويل. قبل الأذان صح؟ خايف لحد حتى المؤذن، خايف للمؤذن يدخل قبل منه. نعم. عشان يدور على إيه؟ على هاتفه. هو شيء معنوي. نعم. أما السلف الصالح فما كانوش بينسوا الهاتف. نعم. ما كان بينسوا إيه يا دكتور طارق؟ يتركون قلوبهم. القلوب. الله. قلبه معلق بالمساجد، هو ماشي وسايب قلبه. لو حد قال له تتبرع بقلبك وتاخد مليارات الأرض هيرضى؟ لا والله. سايب قلبه في المسجد، عشان كده ما بيستناش الأذان يأذن. يا بني، إنما جعل الأذان لتنبيه الغافلين. الله. فإحنا هنا بنقول إيه؟ السلف الصالح كان بيستعدوا يتوضأ ويروح، زي ما قال حاتم الأصم، وهو على فكرة ما كانش أصم، هو ظلم في المسألة دي. هو جايال واحدة بتستفتيه، وكانت الست عندها مرض في بطنها، فأحدثت ريحا صاحبه صوت، فأصيبت المرأة بخجل شديد وحرج. ماذا تصنع وهي قد صنعت هذا بين يدي هذا العالم الكبير؟ فقال لها: ما لك يا بني، ما سؤالك؟ قالت له: ايه حكم كذا؟ وعايزه تجري. قال لها: نعم. قالت له: حكم كذا؟ قال لها: يا بنتي علي صوتك. قالت له: ايه حكم كذا؟ قال لها: بصي، انا مش سامعك، بس قولي بشفايفك وانا هفهم. فارتاحت المراه. أنه لم يسمع منها، لم يسمع هذا الصوت منها. نعم. منها. نعم. ورفع عنها الحرج. تقول: نعم. ذهبت إلى العالم الأصم. نعم. وهو ليس أصم. اشتهر بهذا الموقف. واشتهر بهذا الاسم. نعم. فحاتم الأصم لما كان يذهب يقول: أتجهز للصلاة وأروح أتوضأ وسخن. تسخن؟ أصلي ركعتين أجهز نفسي واستعذ بالله عشان أول ما يقيموا الصلاة أبقى جاهز، مش جاي يجري وأعمل في القميص والمش عارف إيه والله، وأركع بسرعة وأقوم وأنزل وأنا أصلا مش فاكر أنا صليت كم ركعة ولا قرأت إيه في أول ركعة، ولا هذه ليست صلاة. يعني اللي أنا بفهمه من حضرتك إنه، ولما عرفنا معنى الخشوع وقلنا التذلل في حضرة الملك، وقلنا إن حكمه أنه بدونه تبطل الصلاة، فهو شرط من شروط الصلاة الخشوع في الصلاة. هو فرض. 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 من فروض الصلاة. نعم، تصح معه الصلاة. صحيح. نعم. ليه بقى؟ أسباب. ليه تصح معه الصلاة؟ ليه لا تصح معه الصلاة؟ لماذا تصح مع الخشوع الصلاة؟ ولا نقول إيه، لو لم أخشع في الصلاة هل تصح صلاتي؟ أنا عندي الصلاة لها شروط ولها أركان. تمام. الشروط دي قبل الصلاة،
وضوء ستر عورة استقبال القبلة، أول ما أقول الله أكبر كده ده أول ركن. ما ينفعش أخص الصلاة من غير ما أكبر تكبيرة الإحرام ولا أركع ولا أسجد. الخشوع أحد هذه الأركان. الله أكبر. لو أنا تركت الخشوع كأني تركت ركنا، والركن لا يجبر إلا بالإتيان به. فلو أنا ما خلصت الصلاة كلها ولم آتي بهذا الركن كأني لم أصلي. الله. ارجع نعم. فصلي. نعم. فإنك لم تصلي. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم للرجل هذا الصحابي الذي وجده النبي يعني ولم تعجبه صلاته. نعم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مع أنه كان يعلم أن الرجل يصلي. نعم. والصحابة يشهدون. نعم. والرجل ترك ماله وأهله وولده وتجارته أو زراعته وجاء يصلي. نعم. والنبي قال وهو الذي لا ينطق عن الهوى ارجع فصلي فإنك لم تصلي مرة واثنين وثلاثة. ثلاث مرات حبيب. والنبي ما قالوش تعالى علمك. نعم. ليه؟ لأن الإنسان المفروض هو اللي يدور عن نفسه مش العالم اللي هيدور عليه. النبي ما قالوش تعالى علمك لحد ما جه قال له يا رسول الله لا أحسن غيرها. تقول له طب ما الشيخ ما يعلموش ليه يعني؟ طب الشيخ بيجي صحيك تروح الشغل؟ لا، العالم بيجي يقول لك اتقن العمل وخد دورات واتدرب عشان تبقى رقم واحد في عملك. الإجابة لا. العالم بيقول لك اجري بابنك لو تعبان بس شوية سخونية اجري بيه على المستشفيات. الإجابة لا. أمال أنت ليه عايز العالم يقول لك يا أخي تعالى صلي، يا أخي صلي صلاة كويسة، يا أخي زكي صح. ليه؟ اشمعنى دي اللي أنت مش بتدور عليها؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اسمح لي لأن الحوار في هذا الموضوع يحتاج لوقفة، لأنه المشهد ده محتاجين نعيد تصويره للسادة المشاهدين ونحط نفسنا كده بجوار هذا الصحابي وسيدنا النبي يقول له ارجع صلي فإنك لم تصلي. اسمح لي هنخرج فاصل بسيط ونرجع مع حضرتك نكمل تاني. اسمحوا لنا فاصل ونرجع ليكم تاني. دين السعادة والمحبة والجمال، دين السماء رجعنا لكم أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان وبرنامج هذا ديننا ولقاء عن أهمية الخشوع في الصلاة في حضرة العالم الجليل فضيلة الدكتور فرج العدلي مولانا ربنا يحفظك. وكنا قبل الفاصل بنتكلم على مشهد أن النبي قد رأى أحد الصحابة يصلي وراجعه في هذه الصلاة وقال ارجع صلي فإنك لم تصلي. المشهد ده يحتاج إلى أن احنا نخرج منه ببعض الدروس والعبر. وحضرتك وانت بتتكلم بتقول انه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له اعلمك الصلاه ولكنه تركه يخرج كل ما عنده حتى انه عاد الى النبي وقال يا رسول الله اني لا احسن غيرها. فما الدروس من هذا؟ الدرس الاول ان العباده لا مجامله فيها. نعم. فالذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أخبره أن هذا الرجل الذي ترك أولاده وتجارته أو زراعته ووقف وتوضأ في البرد وصلى وشهد له الصحابة والنبي أنه لم يصلي. فربما يأتي الإنسان يوم القيامة ويقال له لم تصلي. الله. هيقول أنا ما كنتش أعرف. والنبي عليه الصلاة والسلام وضع أساس إن العالم مش هيجي يقول لك تعالى علمك. زي ما العالم ما قالكش روح
خلص تعليم وخد دورات عشان تشتغل، والعالم ما جاش تقول لك تشد حيلك في الشغل وتعرق وتشقى عشان توصل مكان كويس، وما قالكش تقوم تجري بابنك عشان خاطر توديه وتجيبه، وما علمكش التجارة اللي انت بقيت فيها حريف. اشمعنى الصلاة والعبادة اللي انت مخلوق من أجلها؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اشمعنى في دي عايز الشيخ يشد فيك ويقول لك يا اخي تعالى علمك يا اخي الله يرضى عليك. لا، النبي ما قال له انت ما صليتش، يروح يصلي تاني، يقول برضو انت ما صليتش، يصلي برضو ما صليتش. ايه ده يا رسول الله؟ لا احسن غيرها، برضو ما علمني يا رسول الله، تعالى علمك. لما طلب اصل الانسان نعم. هو اللي هيموت نعم، وهو اللي هيقف بين يدي الله وحده، النبي نعم. مش هيقف معاه. شوف النبي، مش هقول لك العالم ولا حد هيقف معاه، سيموت وحده ويدفن وحده ويبعث وحده ويحاسب بين يدي الله وحده. فانت زي ما بتاخد بكل الاسباب عشان توصل اعلى الاماكن في الدنيا، اشمعنى الصلاه؟ هيقول انا ما تعلمتش، انا ما اعرفش، انا ما كنتش اعرف. الاجابه دي لا تصلح في بلاد المسلمين. يعني هنا فضيله الدكتور وهو كان بيشاهد بعينيه النبي والصحابه يصلوا، لانه كان في المدرسه الاولى، وبالرغم من ذلك هو لم يجتهد في النقل بشكل طيب، يعني هو كان يصلي بشكل مختلف، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم رآها أنها ليست كالصلاة التي يصليها الصحابة، يعني قال له ارجع صلي فإنك لم تصلي، كأنك لم تصلي صلاتنا، صحيح، كأنك لم يعني تتبع هدانا، فعاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهي كانت بتخلو من أهم ركن فيها برضو الخشوع نعم والطمأنينة. ليه؟ الصلاة صلة بين العبد وربه. نعم. طب فين الصلة وانت عمال انت متصل بمين على كده؟ انت بتناجي مين؟ طب انت عايز ايه من الصلاه دي؟ انت لا عارف بتقرا ايه، ولا بتركع تقول ايه، ولا بتسجد تقول ايه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك واسجد واقترب. عارف يعني ايه اسجد واقترب؟ تعالى عايزك قريب قوي 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 مني. نعم. ازاي اسجد لي بقى وتعالى نحكي مع بعض؟ ده تقريب وليس تشبيه. احنا الحقيقه فضيله الدكتور نحتاج الى ان نتعلم كيف يكون هناك خشوعا، يعني انا احتاج ان حضرتك تكلمني عن اسباب الخشوع، وده هياخدنا ان احنا نحصد ثمراته. ولكن اسمح لي ناخد اتصال اخونا الاستاذ ابراهيم. معنا اتصال. السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور طارق، أهلا وسهلا بحضرتك. إزاي حضرتك؟ أنا عايز بس أسلم على الدكتور فرج وأقول له يعني حلقة موثقة، ويا ريت حضرتك بس تكلمنا على موضوع النقر في الصلاة بالنسبة للناس، لأن الخشوع ده يعني العنوان حلقة ممتاز جدا 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 جدا، وربنا يوفقه إن شاء الله. ربنا يبارك. بنشكر حضرتك استاذ ابراهيم، والحقيقه الدكتور ابراهيم عوض. يا اهلا وسهلا فارس بورسعيد. صحيح. يا اهلا وسهلا بالعالم والعلامه فضيله الدكتور ابراهيم عوض، ربنا يحفظك، وتحياتنا لاهلنا في بورسعيد، ربنا يبارك فيك. والله احنا سعداء بهذا اللقاء، وانا بتابعه من البيت. ربنا يبارك فيك. انا بتابع اللقاء من البيت، وحلقه موفقه للدكتور فرج وللدكتور طارق، ما شاء الله اعلام الاثنين يعني. ربنا يبارك في حضرتك، وتحياتنا لاهلنا واهل الدعوه واهل الدين في بورسعيد وكل الشرفاء. فضيله الدكتور بيطلب ان احنا نلقي الضوء على المكر في الحوار بين المسلمين او بين الناس، فاسمح لي واحنا شغالين كده واحنا بنطوف يعني نلقي الضوء على هذا المكر في الحوار. ما هذا ما فهمته من فضيلة الداعية الدكتور إبراهيم عوض. يعني أرجع تاني لحضرتك، وإحنا نحتاج إلى إسقاط الضوء على من أسباب الخشوع، الحاجات اللي تؤدي إلى أني أخشع في الصلاة. أول حاجة، الإنسان زي ما قلنا بيستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى حينما يقف في الصلاة. نعم. ثانياً،
يستحضر تكبيرة الإحرام. الآن أنا أفتتح الصلاة، الله أكبر. دخل الصلاة. بعدما دخل الصلاة فهو الآن في حضرة الله سبحانه وتعالى، لابد أن يعيش هذا الأمر بقلبه وعقله. طيب، رقم 2، العلماء بيقولوا يبدأ يستحضر حتى دعاء الاستفتاح. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما كان من المشركين، ويبدأ في هذا الدعاء: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. تخيل دكتور طارق، هذا أول حلقة في الدخول إلى الصلاة. دعاء الاستفتاح لوحده لو أنا تأملته: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. أنا حنيف مسلم ولست من المشركين. إن صلاتي ليست رياء وليست سمعة، ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ثم يدخل إلى الفاتحة. الفاتحة اللي احنا بنقول ايه؟ الفاتحة دي المفروض حوار بينك وبين الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: قسمت صلاتي بيني وبين عبدي، الحمد لله رب العالمين، فيشهد الملائكة: حمدني عبدي الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، استعان بي عبدي ولعبدي ما سأل. هذه الفاتحة هي حوار بين الله وبين الإنسان. إحنا بنعمل إيه في الحوار ده يا دكتور طارق؟ لا نتأدب مع الملائكة. ولأن الكلام كثير، لما أنا أركع وأقول سبحان ربي العظيم واسجد واقترب، خليك أقرب نقطة إلى الله، واشوش بقى وادعو وتقرب، أنت في أقرب نقطة. سجد لك وجهي الذي شققت سمعه وبصره فاغفر له. هنا بقى لو قعدنا نقف مع كل ركن، حتى التشهد، التحيات والطيبات لله، وهي طبعا فيها صيغ كثيرة جدا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على عباد الله الصالحين. والتشهد لوحده حوار بين العبد وبين الله، وتتدخل فيه الملائكة: السلام على عباد الله الصالحين. ثم نأتي للصلاة على النبي وآله، وعلى سيدنا إبراهيم وآله. الإنسان لو تفكر في أمر الصلاة هيعرف يعني إيه الصلاة دي. من أسباب الخشوع في الصلاة التهيؤ قبل الصلاة، وزي ما حضرتك قلت القلوب المعلقة، فرق كبير بين القلوب المعلقة في المساجد وفرق بين ينبهه الأذان ومن يأتي أصلا بعد الأذان. فالناس أنواع، فمن أسباب الخشوع التهيؤ قبل الصلاة، ثم تدبر الكلمات الجميلة والحوار في الفاتحة وغيرها من السور. هل هذا يعني التدبر، هذا الحوار، الإنسان يخش الصلاة وهو يدير حوار مع الملك، مع الله، وحضرتك لسه بتقول دلوقتي ربنا بيحب يسمع من العبد هذه الكلمات، يعني القلب بقى اللي عليه ران، هل مرة على مرة كده القلوب يعني تلين؟ يعني الواحد هيجد صعوبة في الأول ثم الموضوع يحصل فيه بقى التعود؟ الإنسان ممكن يمشي على الرصيف يقع،
صحيح. بعد التدريب بيمشي على الحبل في السيرك وهو راكب عجله وهو مغمض عينيه، ده واقع ولا انا؟ واقع. إذن بالتدريب والتمرين احد العلماء يقول كابدت قيام الليل 20 سنة، يعني كنت تعبان وبحاول واستمتعت به 20. الله اكبر. بقيت لو ما حضرتك في البدايه رمضان بنبقى صعب علينا والعطش وكذا، بعد ما يجي 15 بقى و20 و25 ويخلص رمضان بنحس ان احنا تايهين. صحيح. كأن رجلا او كأن طفلا فقد امه. صحيح. تايه. نعم. فكل حاجه بالدأب والمواصله والمحاوله المستمره سيصل الى ما يريد ان شاء الله تعالى. فينبغي على المسلم ان يتدبر كل حرف في الصلاه من اول تكبيره الاحرام للاستفتاح، الركوع، السجود، تدبر القرآن، القراءة. يعني كان أحد السلف الصالح هو عامر بن عبد الله، وكان يصلي في المسجد، وكان الليل شتاء، الليل في الشتاء يعني، أو الشتاء في الليل الشتاء طويل. نعم. فبعد أن فرغ الإمام من الصلاة قام يصلي ركعتين، وبعد أن صلى الركعة الأولى قام يصلي الركعة الثانية، فوصل إلى قوله تعالى فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعوا. فهنا كررها تاني وتالت، وبدأت نبرته تعلى وبدأ يبكي. كان موجود العالم الكبير معمر راوي الحديث، تابعي المعروف أو من تابعي التابعين الكبار، قال سمعته فقلت يقضي صلاته وينصرف. روح هذا الرجل العالم وتناول طعامه ونام، وقام في ثلث الليل الأخير يصلي، ثم جاء وقت صلاة الفجر فذهب إلى المسجد. فلما دخل وجد هذا العابد عامر بن عبد الله لا يزال واقفا هكذا ويقول فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، نفس الآية. الله، توقف معها. وده معمر محدث كبير ثقة، نقل عنه البخاري. ف معمر شغله حال هذا الرجل. هو بالنسبة لمعمر الموضوع ده مش غريب قوي. النبي عليه السلام كان بيقف في آية طوال الليل. نعم. هو بقى فلما رأوه زلفة استحضر في الصلاة بقى عظمة الله سبحانه وتعالى والصراط والحشر، سيئت وجوه الذين كفروا والمحشر، وعاش. فمعمر يقول ايه؟ والله إن هذا يعني ليس بكثير على عامر بن عبد الله، لكن هناك شيء يصعب على النفس. ايه هو يا معمر؟ قال ان عامر لا يعلم انه لا يزال في الركعه الثانيه، ولا يعلم انه لا يزال في المسجد، ولا يعلم اننا اطلعنا عليه. وحينما يعلم ذلك سيكون ذلك على نفسه شديد، هيزعل وهيحزن ان احنا شفنا ده. بس هعمل ايه؟ لازم أأذن. فصعد معمر وهو مشفق على صديقه ليؤذن لصلاة الفجر، فقال الله أكبر، فانتبه هذا الرجل من هذا الموضوع. وعلم أنه ما يزال في المسجد من بعد صلاة العشاء يكرر في نفس الآية. عشان كده لما تسمع ان واحد عالم يقول له ايه، يقول له لما اجي ما فيش بنج زمان للعمليات. طب احنا هناخد موضوع البنج ده، بس ما يروحش مننا موضوع البنج ده، بس اسمح لي ناخد الاستاذ ابراهيم من سوهاج. معانا اتصال من سوهاج. استاذ ابراهيم من سوهاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايز اتفضل اختار من الاستاذ فريد. اتفضل اتفضل يا فندم.
بالنسبه لقراءه القران، يعني في ناس بتقرا القران يعني فيه حروف الواحد بيقولها غلط فبتغير معنى الكلمه. نعم. وطي وطي التلفزيون بس وكلمنا من التليفون من فضلك. ماشي. سؤال حضرتك انه حكم اللي بيقرا القران ببعض التشكيل الخطا فيغير في معنى الايه. ايوه بالظبط. حاضر حاضر حاضر، تابعنا وفضيله الدكتور فرج هيجاوب حضرتك. حاضر، شكرا لاهلنا في سوهاج. فضيله الدكتور طيب البنك. السؤال ده واللي قبله احنا هنجاوب على السؤال، بس مش عايزين نقطع اللقاء الرائع بتاع معمر. فقام الرجل وقال الله أكبر، فانتبه عامر أنه لا يزال في المسجد، فحزن حزنا شديدا وأشفق عليه صاحبه. الموضوع هنا لما تسمع أن فلان اللي كان يقول لك أول ما أخش في الصلاة اعملوا له العملية. نعم. سيدنا أبو بكر الصديق لما تهدم أو وقعت السارية في المسجد وفر الناس وهو لم يدري ما حدث، فقيل له يا أبا بكر ألم تسمع؟ قال أو تسمعون في الصلاة؟ الله أكبر. أو أنتم بتسمعوا في الصلاة؟ عامر نفسه ده ابن عبد الله التميمي، في مرة جات زوجته بتقول له يا عامر هل تحدثك نفسك بشيء وأنت في الصلاة؟ بيجي لك وسواس؟ قال إيه نعم والله، والله وزعلان قد إيه. قالوا فبما تحدثك؟ قال إذا مررت بآية فيها الجنة سرحت. نعم. أنا مش عايز أسرح. إذا جاءت آية فيها النار سرحت في النار أو بزعل والله. نعم. بس ربنا يساعدنا وما نسرحش. هذا حاله. جنة ونار إيه؟ أنا بقول لك يعني أنت بتسرح في العيال وفي الزرع في الدنيا. نعم. قال يا الله أو تسرحون في هذا وأنتم بين يدي الله عز وجل؟ والله لأن تختلف الأسنة والرماح في جنبي، يعني يقعدوا يغزغزوه كده بالرماح في جنبه، أحب إلي من أن أسرح في شيء من أمور الدنيا وأنا بين يدي الله عز وجل. الله أكبر الله أكبر. فالقضية قضية الصلاة دي خطيرة جدا، عشان كده لما واحد يقول لك أنا بصلي والله وما فيش حاجة متغيرة، بتصلي بجد؟ ده ما ده يخلينا لازم كده يعني، وإحنا في الكلام ده أخونا إبراهيم من سوهاج وهو بيتكلم على وإحنا بنتكلم في الخشوع في الصلاة، وأعتقد إن قلبه رق يعني وكده، خاف إن هو ولأنه لا يجيد القراءة بالتشكيل وإنه ممكن يأتي بمعنى مختلف للآية، فبيسأل حضرتك يعني إيه حكم من لا يجيد القراءة بالأحكام ويأتي بتشكيل خطأ لبعض الآيات فلربما يأتي بمعنى مختلف. هو طبعا لو تعمد فصلاته باطلة، لو تعمد، لأن واحد يجي يقول إيه صراط الذين أنعمت، فالذي أنعم هو الله، لو قال صراط الذين أنعمت إذن هو من أنعم، وهذا لفظه العياذ بالله يخرج من الملة وهو محرم، فإن قصد بطلت الصلاة بل يبطل الإيمان. لكن لو ما كانش يعرف صلاته صحيحة، وهذا ما قاله كبار علماء المسلمين، لكن عليه أن يتعلم زي ما قلنا، معاه شهادة، معاه كذا في التجارة في الزراعة في الصناعة، لابد عليه أن يتعلم كيف يصلي ويتعلم الذي يصح به الصلاة. الله أكبر. يعني دي بشرى لأخونا إبراهيم بأنه إن شاء الله تقبل، ولكن وجب عليك أن تجتهد في أن تحصل ولو الحد المرضي، الحد الأدنى اللي يجعلك تستشعر. نعم. بالخشوع في الصلاة هي تصح، أما القبول فقد تكون الصلاة صحيحة ولا تقبل، فلا يستطيع الداعية أو العالم أن يقول أن صلاتك مقبولة أو لا، لكن يقول صلاتك صحيحة أو ليست صحيحة. أما القبول فإلى الله سبحانه وتعالى. فضيلة الدكتور، وإحنا بنتكلم على أسباب الخشوع في الصلاة، وكنا محتاجين نروح لحتة كده نخلي السادة المشاهدين يعني
زي ما حضرتك بتقول كده يستشعروا فيها قيمة الخشوع. فثمرات الخشوع إيه؟ ثمرة الخشوع الفلاح. نعم. لما يقول له ده أنت إنسان فالح، يا سلام، جميلة قوي. الفلاح، قال الله تعالى قد أفلح من تزكى، دي آية صحيح. الآية الأخرى في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله أكبر، يا ده هو مؤمن، والإيمان درجة أعلى من درجة الإسلام. وكمان يا مؤمن هقول لك على حاجة تخليك رقم واحد بين المؤمنين، يعني الفلاح من ثمرات الخشوع، وأهم ثمرة من ثمرات الخشوع. ناخد عبد العزيز الأول، ولا الأستاذ عبد العزيز لو سمعنا يتصل تاني. يبقى الفلاح ثمرة من ثمرات الخشوع. نعم. الذين هم في صلاتهم خاشعون. الثمرة الثانية، نعم، هي قبول الصلاة. طبعا احنا ما نقدرش نعرف من اللي قبل او لا، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل الخشوع والخضوع من امارات قبول العمل. الله اكبر. فيبقى طالع كده وان شاء الله مطمئن ان الله سبحانه وتعالى قبل صلاته. حصول الاطمئنان، الحصول على الاطمئنان في الصلاة وبعد الصلاة، ده من العلامات اللي معاها ممكن تكون الصلاة إذا كان خاشعا. إذا كان خاشعا، فإذا تحقق له الخشوع في الصلاة كان هذا الرجل يعني سبحان الله من المقبولين إن شاء الله. نعم. فالفلاح، نعم، وقبول العمل، نعم، والخشوع يورث الأدب، نعم، في القلب والنفس مع الله سبحانه وتعالى. زي ما قلنا واحد واقف منضبط، واحد عمال يعبس وينظر يمينا ويسارا. لأن سيدة عائشة تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يزال، أو أن الله سبحانه وتعالى لا يزال متجها إلى المصلي ما لم يلتفت. نعم. فإذا التفت صرف الله وجهه عنه. يقول له كم من صلاتك مع نفسك، ما ينفعش نكون في هذا الوضع، ولله المثل الأعلى، لكن للتقريب. نعم. فعدم الخشوع يجعل الله سبحانه وتعالى يصرف وجهه عن العبد، يقول له لا انت ايه، كمل الصلاه دي مش تبعنا. نعم. الله ما زال ينظر الى العبد وهو خاشع في صلاته، وهذه من ثمرات الخشوع. صحيح. نعم. ان يظل ينظر الي سبحانه وتعالى، ومن نظر الله اليه لا يعذبه. الله. لكن كمان يعني حينما يصرف الله سبحانه وتعالى وجهه عن هذا العبد فهذه خسارة كبيرة. نعم. نعم. خسارة كبيرة وحسرة كبيرة. فينبغي للعبد أن يظل محافظا على هذه النعمة حتى تنتهي صلاته. نعم. زي ما حضرتك قلت من الثمرات الأدب، وحضرتك بتتكلم. هناخد أبلة منى من أسوان ثم نعاود ثمرات الخشوع مع حضرتك. معنا اتصال من أسوان. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، أهلا وسهلا. رحمة الشيخ. أهلا وسهلا. لو سمحت، أنا يعني بصلي بس أثناء الصلاة بكون يعني بجمع حاجات في الصلاة كده، مش عارفة يعني أتخلص منها إزاي. وبعدين لو سمحت يعني أنا بقرأ قرآن بختم، بس في السجود ما أحيانا ما بسجدش على طول. طيب طيب يا الأختنا منى من أسوان، حاضر. برضو هي أختنا منى بتقول إنه أول ما بتخش في الصلاة بيحصل لها نوع من التشتت، يعني تبدأ حاجات تشغلها، ثم إنها لا تدري ماذا تقول أثناء السجود. فبرضو نرجو إنه من الحصول على الخشوع في الصلاة نجاوبها. طبعا لو هي معانا من أول الحلقة، إحنا قلنا أسباب كثيرة تساعد على الخشوع، ونكمل على هذه الأسباب أن الإنسان يفرغ قلبه ونفسه للصلاة. يعني ما بقاش أنا حط حاجة على النار أو أنا مرتبط بحاجة واروح أقول بسرعة إيه أصلي. إحنا هنا بدأ كده انتقلنا إلى أسباب عدم الحصول على الخشوع. المعينة
على الخشوع. احنا دلوقتي عايز حضرتك بقى نقولها كده، الاشياء التي لا تحصل الخشوع في الصلاة، الحاجات اللي بتشتت المسلم تكون سببا في تشتيت القلب. نعم. أثناء الصلاة. نعم. النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم حرص على المسألة دي وعلى تعليمها الناس، فقال لي واحد ايه رأيك لو في أكلة انت بتحبها واتحطت أمامك، كل الأول. نعم. العشاء مقدم قبل العشاء. الله. عشان ما تقعدش تقول ده الأكل هيبرد والشربة، وأنا لو قلت لزوجتي سخنيها تاني هتبقى مشكلة، وأنت حبكت عليك تصلي ويفضل يفكر فين؟ نعم، روائح الطعام تشغله عن الخشوع في الصلاة. لكن لو أكل عادية يصلي ويقيم الليل ما فيش مشكلة. نعم. لكن بشرط أن تكون هذه الأكلة محببة إلى نفسه. نعم. فقال له لا، صلي الأول، كل الأول وبعد كده صلي. نعم. في أكتر من كده؟ جميل، رائع. ادخل لقضاء الحاجة. النبي عليه السلام كان يدخل ويستنجي حتى يفرغ الإنسان داخله. نعم. ما يقفش يبقى عايز يخش الحمام أو مشغول، وده من مكروهات الصلاة إن أنت تخش وإنت في الحالة دي اللي هي مدافعة الأخبثين. لا، نقي بقى جوه. والنبي عليه السلام كان يتمضمض ويستنشق ويبالغ عشان ما يجيش الواحد في الصلاة يبقى عايز يطلع منديل ويشغل باله. يبقى دي برضو من الأشياء التي تعين على عدم تشتت القلب. صحيح. طيب، رقم 4، كان النبي لا يقف في مكان فيه تصاوير. أقول لك شغلتنا، أنا شفت خطوط كده ومش عارف إيه، وإنت واقف تصلي في جنينة كده وقدامك هنا شوية ورد وهنا نافورة مياه، تقعد تتأمل في المية. أحد الصحابة كان يصلي في بستانه. نعم. فرأى طائرا عجيبا لونه في ألوان كتير، فقعد يبص له لحد ما نسي هو صلى كم ركعة. نعم. ما كانش يعرف الحكم. قعد يبكي وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إلى النبي قال له يا رسول الله حصل كذا وكذا، وإني أشهدك أني تصدقت بهذا البستان الله لله جل وعلا. الله. عشان ما يشغلنيش تاني عن إيه؟ عن التركيز في الصلاة. تخيل. نعم. واحد يروح يتصدق بحديقة فيها من النخيل وفيها من العنب وفيها من كذا. كانوا يعني حريصون، لأنه كانوا حريصون. فرحة. إحنا معنا اسكندرية، والحقيقة آخر مكالمة، وتقريبا بعدها احتمال إن إحنا نعتذر للسادة المشاهدين ونشكرهم يعني. بس ناخد اسكندريه بالمره. اهلا وسهلا، تليفون. السلام عليكم. مرحبا يا فندم، اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا فندم؟ يكبر خاطرك. الله يكبر خاطرك ويحفظك، وانت كذلك. الله يكرمك يا رب بخير كده، ويا رب يجعلكم تفيدوا الناس تملي باستمرار. تحياتنا لاهلنا في اسكندريه، ربنا يحفظك. الله يكرمك، احفظكم الله يا رب، احفظكم الله زي ما بتفيدونا. ربنا يا رب يحفظك ويبارك فيك، وبنشكرك على المتابعه الطيبه. ممكن اكلم فضيله الشيخ؟ عندي مشكله عويصه شويه. طيب، لو حاجه خاصه بالموضوع اهلا وسهلا، لو كده. ايوه بالموضوع. لا بالموضوع. طيب اتفضل. السلام عليكم فضيله الشيخ. بيلقي عليك السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا لو سمحت فضيله الشيخ، انا يعني شخص عندي 41 سنه، كنت ملتزم وبصلي والحمد لله رب العالمين، يعني اصلي شويه واقطع شويه، وانت عارف حضرتك كلنا مقصرين. نعم. فدلوقتي انا بقالي فتره طويله مش قادر اصلي، ولا قادر افتح المصحف، يعني لا بقرا قران ولا بصلي، ولا بس بعمل معامله الدين، بعمل الناس معامله الدين، يعني واخد بال حضرتك؟ فطبعا ده ما يفيدش، لا يجيب ولا يودي. اللي انا عامل الناس معامله ديني، بس انا ما بطبقهوش. اللي انا لا بصلي ولا بقرا قران ولا بقرا حاجه، بس ان انا نفسيتي تعبانه. نفسي يعني ارجع التدريب تاني، او نفسي ارجع اصلي تاني، مش عارف انا ايه اللي ماسكني، مش عارف ايه اللي حيشني، يعني مع اني بصحه جيده جدا، والحمد لله طبيعي، والحمد لله ولادي زي الفل بخير، وبنتي زي الفل، والحمد لله كلنا بخير. وصلت الرساله يا استاذ يامن، حاضر، وبناكد على تحياتنا لاهلنا في اسكندريه، ربنا يحفظك.
هو اخونا الاستاذ يامن بيتكلم على انه بيقطع في الصلاه، وفي الفتره الاخيره دي انقطع تماما عن الصلاه وعن قراءه القران، رغم وبالرغم من ذلك هو بيعامل الناس معامله طيبه جدا جدا، وانا بدعوه انه يراجع الحلقه تاني من اولها ان شاء الله لما تنزل على الانترنت، حلقه الخشوع في الصلاه مع فضيله الدكتور فرج العدلي. والحقيقه انه بلغوني انه الوقت انتهى ولسه ما كناش استكملنا ثمرات الخشوع، ولكن الحوار مع حضرتك دائما يعني الوقت فيه يمر سريعا. فضيلة الدكتور فرج العدلي الباحث في الفقه الإسلامي، أحد الدعاة وفارس من فرسان السنة في مصر، ربنا يكبر خاطرك ورضيك، كنت ضيف غالي علينا، ونتمنى إن شاء الله لقاءات ولقاءات أخرى على قناة الصحة والجمال. شكرا جزيلا لحضرتك. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم إليكم بكل التحية والتقدير على طيب المتابعة، مع وعد باللقاء مرة أخرى وبرنامج هذا ديننا، حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين السعادة والمحبة والجمال، دين السماحة والإجابة.